لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على العالم عموما مشاهدينا الكرام، والفتح الجزئي لهذا الحظر ومآلاته. معنا هاتفيا من اسطنبول استشاري الأمراض الباطنية والمناعة دكتور عاطف زكي. مرحبا بكم دكتور عاطف. إذا لا تزال يعني كثير من البلدان في العالم تعاني من تزايد أو حتى ثبات تقريبا معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ولا تحرز تقدما ملحوظا في تقليل عدد الإصابات والوفيات. يمكن يعني كيف يمكن أن نقيس ذروة الوباء في ظل عدم الوضوح الذي نعيشه ويعيشه العالم بخصوص دورة حياة هذا الفيروس المستجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. عليكم السلام. هو الانفتاح اللي موجود دلوقتي في بعض الدول ده معناه مش انحصار الوباء، ولكن هو بناء على خبرة كل دولة في التعامل مع الجائحة الموجودة دلوقتي. كل دولة بتتعامل مع الجائحة دي على حسب خبرتها في التعامل مع المرض، فمش لازم يبقى في انحصار للوباء عشان نقول انفتاح. الانفتاح ده لازم له مؤشرات، والمؤشرات دي هل هي انخفاض المعدل الإصابات، هل وجود علاج فعلا قوي وفعال نقدر نعالج بيه المصابين، هل بنحضر للقاح قوي ودائم للأجيال القادمة، هل الدول عملت استعدادات تامة عشان لو لا قدر الله الجائحة دي اتكررت مرة أخرى، هل كل ده يعني موجود عشان نقول انحصار الوباء؟ فالموضوع مش موضوع يعني احنا هو يعني الدول بتمشي على أساس كده يعني. الآن السويد مثلا أقرت بإخفاق كبير بعد تسجيل عدد وفيات عدد كبير في صفوف المسنين خصوصا كبار السن، يعني مع ثبوت إخفاق سياسة ما تسمى سياسة القطيع التي تستعد بعض الدول الأوروبية للأخذ بها مع اقتراب ذروة هذا الفيروس فيها. هل سياسة القطيع أو بمعنى أن هذا الفيروس ينتشر بنسبة كبيرة لأكثر السكان لكي تكون لديهم مناعة ذاتية، هل يعني ستكون ناجحة هذه السياسة برأيك؟ والله بالنسبة للسويد حضرتك لو هتفتكر في أول الجائحة السويد رفضت غلق المدارس، رفضت غلق التجمعات، رفضت وقوف المواصلات. نعم. لذلك وكنا يعني كان هي تقريبا الدولة الوحيدة في أوروبا اللي ماشية بهذه السياسة، بس رجعت نسبة الوفيات طلعت عندها ملحوظة جدا خصوصا في المسنين، فرجعت في كلامها وقالت احنا هنوقف المدارس بعد ما حصل يعني هذا الخطأ الكبير اللي هي تعاملت فيه. كل دولة بتتعامل مع الجائحة على حسب إمكانياتها وعلى حسب ظروفها وعلى حسب إمكانياتها في اكتشاف المرض أو في العلاج. ولكن عموما دكتور عاطف، يعني الآن بحسب دول العالم أمريكا وبعض الدول الأوروبية، أغلب دول العالم الآن وحتى تركيا أعلنت يعني أنها تتجه إلى رفع تدريجي رويدا رويدا لإجراءات هذا الحظر. هل نحن أمام انحسار هذا الفيروس نتيجة هذه الخطة؟ لا طبعا، ما نقولش انحسار، ما نقولش انحسار خالص، ما نقولش انحسار للفيروس بقى. ليه؟ لأن احنا ما عندناش تجارب سابقة في التعامل مع هذا الوباء من 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 السابق، فهل احنا فعلا هنقول فعلا في انحسار؟ بدليل عدد الإصابات في تركيا يعني كل يوم بيتجاوز الـ2000، نسبة الوفيات هي اللي ممكن تقول في انخفاض، معدل الشفاء مرتفع، كله بيتوقف على الظروف بتاعت إمكانيات الدولة، فما نقدرش نقول فعلا إن انحصار إلا لما يكون فيه عدد الإصابات. هذا ما حذر منه وزير الصحة التركي، حذر من التراخي يعني المستقبلي، و بعض دول العالم بعض الخبراء يخشون من موجة ثانية إذا حصل التراخي بعد هذا الانفتاح المستقبلي، ربما تحصل موجة ثانية للوباء. ما يعني تداعي ذلك؟ احنا 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 يعني هل الموجة الثانية اللي احنا بنفكر فيها، هل الموجة الثانية دي يعني هتحدث مع الانفتاح
ولا هي ده سلسلة طبيعية من تطور الفيروس؟ ده اللي احنا مش عارفينه. فاللي احنا التجربة اللي احنا هنعيشها دلوقتي، هل مع سياسة الانفتاح التدريجي اللي هيتم في البلاد، هل هيتم في المرحلة الثانية من الانتشار السريع، ولا ده اللي هنشوفه وهننتظره من تجربة الانفتاح التدريجي اللي هيتم في بعض البلاد؟ وكل دول هتقول خبرتها وهتقول كلامها مع الانفتاح التدريجي. كل دولة لها هتقول يعني ايه اللي هيحصل فيها مع هذا الانفتاح. هل الإصابات هتزيد؟ هل المعدل ثابت زي ما هو؟ لحد دلوقتي طبعا العلاج لسه غير مؤثر، واللقاح يدوبك في المرحله الثانيه من المرحله التجربه السريريه. WHO لسه يعني مطلعوا في العلاج يعني. واللقاح طبعا ده مهم جدا. اللقاح بيختلف اختلاف كبير جدا عن العلاج. اللقاح احنا بنحمي الاجيال القادمه من تكرار هذا الوباء، انما العلاج هو علاج المصاب. نعم، واضح. شكرا جزيلا لك دكتور من اسطنبول، استشاري الامراض الباطنيه والمناعه دكتور عاطف الزكي.